خلونا نروح نتابع مع حضراتكم ايه اللي حصل وملخص حلقات امبارح في المسلسلات، الحلقات رقم 15 من موسم دراما رمضان واللي كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنتابعها من خلال التقرير اللي جاي. الحلقات ال 15 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. خلونا كالعادة نبدأ بمسلسل الاختيار 3 اللي تناولت أحداثها مشهد بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبين القيادي الإخواني خيرت الشاطر واللي طلب مقابلة اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية، لكن لقى قصاده الفريق السيسي. وقال السيسي للشاطر وهو بيسخر منه: نبعت نجيب غدا، إزيك وإزاي الأسرة؟ وبعدها غادر الشاطر المكان. كمان الحلقة تناولت تسجيل ظهر فيه محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع وهو بيتكلم عن القيادي بحركة 6 إبريل أحمد ماهر. المسألة لا تتجاوز 500-600 ألف، ما مش أكتر من كده بتاتا. الألترا السبعة مزود عددهم شوية، و6 إبريل لما بيجمعوا نفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكسروا بقى على الساعة 6 بعد الساعة 4 ديت جه يقول إحنا عندهم تدعوا الناس مش عارف، الواد رجع في كده بعد ما كان عمال يقول الاخ سامعه بودانه بيقول له دي فرصتنا نكسر الاخوان، فرصتنا على الماهر اللي عمال يلعب كده يوشوش البعض. والله ايوه قال لي دي فرصتنا النهارده نكسر الاخوان، دي فرصتنا. لما بدا الناس تيجي بدا العيال فاضيه بتاخد فلوس، ما بياكلوا منين دول؟ لا وبقى لهم وضعيه والناس كلها بتتكلم يعني بيقدر يضيع. وبعدين يعمل كده من دلوقتي وهتلاقيه الساعه 10 دلوقتي ولا طالع في الفضائيه عمال بقى يوزع التوجيهات. عملنا وسوينا احنا المساله ديت عايزه تتلم. وفي الحلقه ال 15 من مسلسل العائدون حذر عمر او امير كراره علاء او محمد عادل من خطوره نزار الارهابي اللي اعدم والده لانتقاده تنظيم داعش. وصل علاء لمقر التنظيم وسط تشديدات وتحذيرات من جنود التنظيم وتحت رقابة نزار اللي جمع القادمين الجدد ومنهم علاء وأمرهم إن هم يخلوا عيونهم تبص للأرض وما يبصوش حواليهم، وخلاهم كمان يسلموا كل شيء معاهم وكل شيء معدني. وهنا افتكر كلام نادين عن إن الجماعات دي عندها تأمين عالي عشان عندهم عناصر بتنضم ليهم من كل الدول على مستوى العالم وبيخافوا من الاختراق. داعش بقى بالذات عشان عندهم مقاتلين من حوالين العالم كله بيبقوا خايفين قوي من الاختراق الالكتروني، فاول ما توصل هياخدوا منك اي الكترونيات معاك. الحلقه ال 15 من مسلسل المشوار كشفت عن مشاركه دينا الشربيني لاول مره في الافراح مع صديقتها عزه، وراحت ورد معاها لاحد الافراح علشان تقف جنبها في صراعها مع شامل وسماح، واتخانقت ورد مع ماهر بسبب طلبها المتكرر للانتقال من شقه شامل، لكن دايما ماهر بيأجل الموضوع وما بيدورش بشكل جدي عن شقه تانيه. وفي الوقت نفسه أصبحت مش واثقة في علاقته مع عزة علشان نظرتهم المريبة. انت قلبة ولا أنا متهيألي؟ هو أنا قلت لك كم مرة يا ماهر إن أنا عايزة أمشي من هنا بسرعة؟ عملت إيه في الموضوع ده؟ كله على يدك. والله أنا حاسس إنها قربت أوي. الحلقة 15 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم شهدت حضور شيخ الحارة للمحكمة أمام القاضي داوود أو خالد سرحان علشان يدلي بشهادته والإجابة عن سؤال: هل سيف أو شريف سلامة لسه بيعمل في مصنع والدته أم تم رفضه؟ وأخبره شيخ الحارة إنه تحرى الأمر واكتشف إن بعض عمال المصنع بيؤيدوا عمله بالمصنع والبعض بينفي وبيأكد رفضه، وفي ناس تانية بتقول إنه بيفطر في المصنع على حساب والدته. وردت فاتن أو نيلي كريم على الموضوع ده وقالت إنها بتطالب بالموافقة على إحالة قانون الأحوال الشخصية للدستورية العليا، وطلب داوود من المحامي شكيب أو محمد ثروت تجهيز المذكرة. وأثناء مغادرة فاتن أم سيف شدها واعتدى عليها وشدها كمان من شعرها علشان تنهال عليه السيدات داخل المحكمة بالضرب والدوعة الأسخنة. الحلقة 15 من مسلسل في بيتنا رابط شهدت العديد من الأحداث. يوسف أو هشام جمال اتصل بهادي أو أحمد رمزي وحاول إقناعه إن يسلم نفسه لكبير المقاطيع علشان يسيبوه هو واللي معاه، لكنه بيرفض وبيأكد له إنهم هيقتلوه إذا سلم نفسه. بعدها بيتصل يوسف بسارة وبيقول لها اللي حصل له وبيطلب منها إن هي ما تتصلش بلذيذ أبداً وإن هي تدور على موقعهم من خلال جهاز الكمبيوتر اللي سجل عليه بيانات لذيذ. ولما جه بالليل حاول يوسف ولذيذ الهرب، وبعد خروجهم من المكان رن هاتف لذيذ برقم سارة
ولما رد يوسف لقى كبير المقاطيع هو اللي بيتكلم. سارة راحت له لمحاولة إنقاذ يوسف، فتحفظ كبير المقاطيع عليهم كلهم. انتوا بقى كنتوا عايزين تهربوا في زحمة الفرح؟ لا 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 خالص، ده احنا كنا بنحاول بس نلاقي طريق ندخل منه الفرح عشان نهيص ونغني ونفرح معاكم وكده. لا ما تقلقش، هتهيص وتغنوا وتفرحوا. بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير قوي بغضب الكبير أحمد مكي من زوجته مربوحة علشان بتشوف الكتير من فيديوهات الطبخ على اليوتيوب، وبيتدخل جوني لفضل الاشتباك بينهم. بعد كده بيقرر جوني دخول عالم التيك توك بفيديوهات مع أهالي المزاريطة وهدرس المساعد له، وبيمسك الموبايل وبيبلغه جوني بأنه كالسيلفي ستيك، وبيصور جوني مع نفادي أو حاتم صلاح فيديو على التيك توك بنيو لوك جديد لنفادي. أنا مش مصدق نفسي كده، رجعنا حاجتين، شكله وذاكرته، ناقص حاجة ثالثة. لا مش هقول.